يا رب. بصي بقى، خلينا نبدا بارسنال، لان امبارح الماتش رائع وتالق ارسنال ما زال مستمر. الناس كانت بتراهن على ان ارسنال لا ربما في الماتشات اللي بعد كده هيبقى في مش تذبذب، هيكمل لكن صح. واضح ان بالعكس، والفارق ما بينه وما بين مان سيتي دلوقتي بقى كبير جدا. فخلينا نبدا بالماتش امبارح. ايه مش كبير قوي يعني ان هو بس لسه في برضه، لا لسه يا عمال شويه جاب تزيد يعني. لا هو كنا متوقعين ان مان سيتي هيقلل الجاب لكن ما حصلش. دي حقيقة. هو الفرق ما بينهم دلوقتي 8 طبعا نقط، نقاط بالظبط. 8 نقط بس. أرسنال لعب مباراة أزيد، فلعب 28 وسيتي لعب 27، وإجمالا يعني هو فاضل له 10 جولات، فالأمور قربت فعلا. بالظبط. أرسنال يستحق الموسم ده إنه ينهي وهو رافع كأس بريمير ليج مع أرتيتا. طول الموسم الحقيقة مقدمين شغل رائع جدا، مستوى ثابت جدا، اللعيبة فرقت بدنيا وفنيا من أول مباراة لعبوها في الدوري لمباراة امبارح. شايفين الفارق الكبير سواء بدنيا سواء فنيا للعيبه، لخطه ارسنال نفسها. روح اللعيبه كمان بقت تظهر جدا في المباريات اللي هي ممكن نقول عليها تقيله شويه، او اللي البعض كان منتظر ان ارسنال ممكن يتهز فيها او ان هو يقع فيها، على عادي جدا ممكن يستقبل هدف ويرجع بعد كده في المباراه ويكسب. فلا، وضع ارسنال السنه دي الحقيقه استثنائي، ويستحق الحقيقه 100%، مع ان انا بشجع مانشستر سيتي بس هو مفيش يستحق. فايده فيك، عكسي على طول. لا ما حقيقه لما نسالك على برشلونه وريال مدريد هنعمل ايه؟ لا هو اللي مش كان على مستنيه، الماتش التاني ده انا كلاسيكو مستنيه، الارض، شفت انا ازاي؟ مستنيه السؤال مش ده، مستنيه السؤال عن رونالدو. ده لسه تاني صح. مستنيه ده.